نسبة تسجيل الهدف من ركلة الجزاء قد تتجاوز 70%، خصوصا في حال نظرنا إلى سجل اللاعبين المتميزين ككريستيانو رونالدو الذي حقق 84% من ضربات الجزاء، وليونيل ميسي الذي حقق 82%. لكن ما هو السبب وراء صعوبة التصدي لضربة الجزاء؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم من برنامج لم أكن أعلم. في بدايات كرة القدم لم يكن هنالك ركلة جزاء، وإنما ركلة حرة غير مباشرة، لكنها لم تمنع اللاعبين من صد الكرة بأيديهم. كل هذا تغير بعد أن قام ويليام ميكرام بتقديم فكرة ركلة الجزاء، لتعتمد ركلة الجزاء في 2 حزيران عام 1891 للميلاد. تبلغ المسافة بين الهدف ونقطة رمية الجزاء حوالي 11 متر، فتحتاج الكرة أقل من النصف ثانية لتصل للهدف، لكن بالمقابل الحارس يحتاج 1/10 ثانية ليحدد اتجاه الكرة. عندها ستكون الكرة قد قطعت ربع المسافة، ويحتاج الحارس أيضا حوالي النصف ثانية ليتحرك ويصد الكرة، لكن عند هذا الوقت ستكون الكرة قد دخلت المرمى بالفعل. لذا يحاول الحارس تخمين الاتجاه الذي سيسدد فيه اللاعب الكرة، ويقفز حتى قبل أن يسدد اللاعب الكرة. لهذا نرى في بعض الأحيان الحارس يقفز بعيدا عن اتجاه الكرة. وبهذا تكون انتهت حلقة جديدة من برنامج لم أكن أعلم. كان معكم بشار الإبراهيم، وكما هو الأمر دائما، شكرا على المشاهدة.